مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سنتكلم عن أسباب ألم المبيض الأيمن. إن ألم المبيض قد يكون حادا أو مزمنا، والألم الحاد يحدث سريعا خلال دقائق أو أيام ويختفي بعد فترة قصيرة. أما الألم المزمن يحدث بالتدريج ويستمر فترة طويلة تمتد عدة أشهر أو أطول، وقد يكون الألم مستمرا أو متقطعا، وقد يسوء مع ممارسة بعض الأنشطة مثل التمارين الرياضية أو التبول، وقد يكون الألم طفيفا لا تشعر به المرأة، أو يكون ألماً حاداً يصعب على المرأة أداء الأنشطة اليومية. ولكن هذه الاختلافات نتيجة اختلاف الأسباب المؤدية إلى الشعور بألم في المبيض الأيمن، لذا زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة أمر ضروري لتشخيص سبب الألم وإيجاد العلاج المناسب. هناك عدة أسباب لآلام المبيض من الجهة اليمنى، ومن بينها آلام الإباضة. يمكن أن يحدث هذا الألم الحاد عندما يطلق المبيض بويضة، وذلك قبل حوالي أسبوعين من الدورة الشهرية. قد يكون على الجانب الأيمن أو الأيسر، وهذا يتوقف على المبيض الذي يطلق البويضة في ذلك الشهر. على الرغم من أنها قد تكون شديدة، إلا أنها عادة تكون طبيعية وغير ضارة. كذلك أكياس المبيض، وهي أكياس ممتلئة بسائل تنمو على المبيض، وهي منتشرة وشائعة جدا، لكن في معظم الحالات لا تسبب أي أضرار. لكن الكيس الكبير الحجم أو الممزق يسبب ظهور أعراض عديدة مثل الشعور بالألم والانتفاخ واضطراب الدورة الشهرية والحاجة المتكررة للتبول، كذلك الشعور بالامتلاء وعدم الراحة. أيضا من بين الأسباب الحمل خارج الرحم، ويعرف أنه الحمل الذي يحدث في الغالب في قنوات فالوب، مما قد يسبب آلام في المبيض المتوسطة إلى الشديدة. كذلك التهاب الزائدة، فيمكن أن يبدأ الألم الناجم عن التهاب الزائدة بشكل مركزي، ويستقر عادة على الجانب الأيمن من البطن حيث توجد الزائدة الدودية، فمن المؤلم أن تضغطي في هذه المنطقة، كما أنها تكون أسوأ عند السعال أو العطس أو الحركة. أيضا في بداية الحمل يمكن أن تشعر المرأة بآلام في الجانب الأيمن من المبيض، وهي غالبا ما تكون في موعد الدورة الشهرية. وإذا استمر هذا الألم بعد مرور بضعة أيام على موعد الدورة، فهي تعتبر من أحد مؤشرات حدوث الحمل.